الجمهورية قيس سعيد من المونستير يعلق على اتفاق صندوق النقد الدولي، يقول لن نقبل الإملاءات التي تأتينا من الخارج. طبعا هو لهنا يحكي على الشروط نتاع صندوق النقد الدولي. خلينا نذكر أنه برمي الشروط هذه هي رفع الدعم والتفويض في المؤسسات والمنشآت العمومية. وقال قيس سعيد أيضا يلزم نخدموا على رواحنا ونعملوا على رواحنا ونشوفوا تصورات أخرى. شنو رأيك؟ بالنسبة للنقد صندوق النقد الدولي إلى كان باش يعطينا راهو باش يذبحنا بشروط، شروط تذبح المواطن التونسي. تويكا موش خالد، تويكا نحن في شهر سيدي رمضان، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يجعله مبروك علينا وعلى أمة سيدنا محمد، فهمتني؟ المواطن تعب، المواطن يعلم به كير ربي، ما عادش نجمو، ما عادش نتنفسوا بالسيف. معناها القرار اللي خذاه السيد الرئيس قيس سعيد هذا صحيح، هذا يلزمنا نعملوه احنا، يلزمنا نخدموا على رواحنا. الى متى نقعدوا مدين يدينا في صندوق النقد الدولي ولا للدول الاخرى اللي هي باش تشرط علينا شروط اللي هي طيح قدر البلاد. فهمتني؟ ابسط حاجه فهمتني؟ راشد الغنوشي واللي عمله واللي عملته النهضه والادله الموجوده والاختيارات السياسيه كلها شيء على راسه ريشه. شنية فما ضغوط على تونس باش هو ما يتوقفش، والا فما اتفاقيه صايره، فهمتني؟ باش البلاد هذه ما تهزش راسها. قيس سعيد يحب يهزنا راسنا، احنا مالوريزمون فهمتني قاعدين ناكلوا في بعضنا، نحتقنوا في بعضنا، فهمتني؟ هاو شق مع قيس سعيد، شق مع النهضه، شق مع، انا ماني مع حتى حد، انا مع انسان فهمتني يشد البلاد هذه يحسنها، المواطن يتنفس، المواطن يعيش بكرامة. فكرته صائبة جدا وربي يطول في عمره، لأنه قراراته ممتازة جدا اللي ما يحبوها حتى واحد. لأنه إلى متى معناتها كل عام نمدوا يدينا للطلبة؟ معناتها من المخجل والمؤسف. وهيك التوجه نتاعهم الصهيوني البنك النقدي هذايا أنه يبرك البلاد، فهمت؟ ويعطيك املاءات وتعليمات قاهره للاخر، وفي الوقت اللي نورمال ما يلزمنا نعاولوا على انفسنا ونعاولوا على الكفاءات نتاعنا والمصلحين نتاعنا. يلزم سوليداريتي معناتها بين الناس الكليكة، رجالات الاعمال كذا، فهمت؟ باش ننقذوا البلاد اذا كان ثم حب للوطن هذايا. اذا كان دون ذلك الله غالب. باش نقعدوا كوم دابيتيد نمدوا يدينا للطلبه، ديما نخليوا لي زانتيري تترزل علينا، باش فينالمون هالاجانب هذوما يتحكموا في مسار الدوله باش يحوزوها بكلها، فهمت؟ واحنا نتفرجوا. معناتها قراراته جريئه، يلزم نعاونوها ونوقفوا معها وقفه الجد. وهالمرتزقه هذوما واللي عندهم علاقات بالمصالح الخارجيه يلزم يعرفوا ربي شويه. لانه ثم برشا من الناس في الساد بالبلدا تحكمهم اموال وما همش وطنيين، فهمت؟ دونك ربي ثبتوا على المسار اللي حب عليه هو، وربي يحفظوا، وان شاء الله بحول الله نوصلوا للهدف المنشود. قطع النظر عن كل شيء، تصريح في محله. وانا باحترامي السيد رئيس الجمهوريه فريمون برافو بور دو بون برافو في مخصص معناها مشكلة معناها صندوق النقد الدولي ونسيت فيه، برافو ميل برافو، لأنهم هما قاعدين يلعبوا كلعبة القط والفأر. أوكي، بالنسبة لقيس سعيد برافو، زيد نعاودها مليار برافو. وقت اللي البعيدة باحترامي سامحني في الكلمة السوقية بعثها مشيتوا، أعطيونا فلوسنا، فلوسنا البرة، فلوسنا عندهم هم البرة. شوف اللي خربوا العالم العربي أبار الغرب، اللي خرب العالم العربي والإسلامي هي الأمور هذه. بشكون قاعدين يخدموا؟ يخدموا بالعملاء اللي هم موجودين في تونس. أعطيك على سبيل المثال، هذو ما مش توانسة. لابريفوني رئيس دولة وقت اللي يقول لا مجال، يعني لا مكان للعملاء والخونة، كلامه في محله وفي بلاسته. هذا هو الرئيس الذي نريده أن يكون، وهو يدعو إلى كل
أنواع التدخل الخارجي وجميع الإملاءات الخارجية مهما كان مأتاها ومهما كانت مصالحنا معها، فإملاءات صندوق النقد الدولي هي نوع من الإملاءات المشروطة والتي تدجن الرئيس وتدجن سياسة الدولة وتملي إلى إملاءاتها وشروطها لفائدتها لا أكثر ولا أقل. وفعلا ما دعا إليه الرئيس هو العمل والعمل والعمل. احنا شعب خدام يعني باش نعولوا على رواحنا والعمل. والله الشعب التونسي كان شعبا معطاء وشعبا يحب العمل ويقدر قيمة العمل، فالعمل كرامة، والله دعانا إلى العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولكن الآن هنالك أطراف عديدة تسعى إلى تعطيل الاستثمار وتعطيل التنمية في البلاد وتحدث القلاقل والفوضى وتحرض على الفتنة وتجيش أطرافا غير واعية وتجيش شبابا ورجالا وربما حتى نساء بالمال الفاسد، تمول المال الفاسد في سبيل تعطيل أن تنهض هذه الدولة وأن ينهض هذا الوطن وأن تمر المشاريع بسلاسة. لكن هنالك أطراف تسعى ليس فقط إلى تعطيل التنمية وتعطيل الاستثمار في البلاد، وإنما إلى نهب موارد البلاد ونهب مقدرات الشعب. وأنت تذكرين ماذا تفعل الأحزاب في تونس؟ هي تحرض على الفتنة، تحرض على إحداث، هي تفتعل الحرائق وتفتعل الأزمات وتخزن المواد. وعديد الأحزاب وعديد المنظمات، ليس المنظمات، ربما من الخارج أيضا هنالك منظمات دخلت إلى شارع بورقيبة وصورتها وسائل الإعلام التونسية النزيهة والغير مشبوهة والتي لا تقبل المراهنة ولا تقبل الإملاءات الخارجية. هنالك إعلام، بعض رجال الإعلام الشرفاء الأحرار لم يقبلوا هذا وكشفوا لنا في عدد المرات، هذا إضافة إلى ما كشفه الرئيس من إملاءات ومن شروط ومن فساد. نخرة كل مفاصل الدولة تقريبا على مستوى التعليم، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الصحة، على مستوى البيئة، في جميع مجالات الحياة اليومية تقريبا طال. ولا نرجع إلى الماضي، إلى العشرية السوداء. سيد الرئيس ذكا هو يعرف كيفاش يقود البلاد، هو كسيد رئيس الدولة معناتها بارك الله فيه على المجهودات اللي قام بهم سيرتو في الأيامات الأخرانية على الأدوية وعلى اللي صار في نوجه تحية للسيد الرئيس مرة أخرى ونقولوا إن شاء الله ربي يسهل في الخير في البلاد الكل. كمواطن تونسي مع أم ضد أنه نمضوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي طبعا بالشروط اللي عملهم، من بين الشروط خلينا نذكروا رفع الدعم، التوفيد في المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية. هي التوفيق في المنشآت العمومية موضوع يستحق التفكير مع رجال الدولة، مش معناتها فهمت، وإن شاء الله ربي يسهل اللي في الخير، إن شاء الله ربي يسهل فيه للبلاد. احنا شعب تونسي خدام نجم نعاولوا معناتها على الخدمة نتاعنا وعلى العمل نتاعنا. نجم، علاش ليه؟ نجم شعب تونسي عامة، شعب تونسي خدام، أما ما يحبش يخدم. خدام شعب تونسي ماهوش كركار. خدام أما ما يحبش يخدم كيفاش؟ هو أصلا عنده معناتها ينجم يعطي إضافة شعب تونسي. مش لاقي الدعم حبيبي، من اي مؤسسه ومن اي بلاصه ومن اي مشروع مش لاقي الدعم. راي سديد انت بن خاطر قداش باش نقعدوا احنا نعملوا هات معناها من الخارج هات من الخارج واحنا نقعدوا في الذل كاكا عليه عليه نقعدوا ديما احنا ذليل عليه. انا عندنا شخصيه واحنا نحبوا بلادنا ولازمنا نخدموا على رواحنا وكل شيء يتعدى، تعدت الغلاء المعيشه وكذا وانا صبرنا نزيدوا نصبروا شويه وكل شيء كنت يفوتك. احنا شعب خدام نجمو معناتها نخرجوا بلادنا من الازمات اللي تخبط فيها خاصه الماليه والاقتصاديه. نجمو اذا كانت تتكافل الجهود مع بعضنا اليد في اليد والله قدرة الله ما ثم كان الخير. تعرف تونس انا عشت من جيل بورقيبه وانت ماشي تبارك الله رؤساء وزراء واحد كل شيء فهمتني، اللي صار بينا احنا صار بينا برشا شويه ولا سافينا تبارك الله برشا وتعديت والحمد لله لاباس. وكانت تكون تونس خير من هكا بألف مره لو كان كل واحد وقت يشد بقعه فهمتني يخدمها بصدق فهمتني. يعني انت كمواطن تونسي ضد شروط صندوق النقد الدولي، وخلينا نذكره بالشروط هذه، خلينا نذكره بالشروط هذه اللي هي رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العموميه والمنشآت العموميه بارمي شروط. انا بالنسبه لي انا
كرأي أنا الخاص، هذوما الإملاءات هذوما اللي يملوا فيها علينا إحنا، يحبوا تزيد البلاد، تزيد تخوض، تزيد توخر التالي ليس قدام. خش باش يعطيني هو؟ باش يعطيني 1.6%؟ شنو 1.6%؟ اش يعمل؟ ما يعملوا حتى شيء، فهمتني؟ بالنسبة للمنتبه أنا كان جابت القرض هذايا كالمواطن، ما يكفيش، ما يكفيش باش يعمل حاجة، فهمتني؟ فما بالك البلاد كاملة، فهمتني؟ أنا بالنسبة لي أنا يجب يكون كما وإلى الأمام.